أهلا بك يا أستاذة نادين، لو تشرحي لنا هذه العملية وما الذي يعنيه تجنب المؤقت لسداد الديون؟ أهلا بكم مشاهدين. في الحقيقة هناك ارتياح كبير لهذا القرار مبدئيا، يعني هذا القرار يبقى مبدئي لأن هو مجرد تأجيل للأزمة لبضعة أشهر أخرى حتى الأول ديسمبر، الثالث من ديسمبر، لكن في الوقت الحالي أقر الجمهوريون بالاتفاق مع الديمقراطيون 480 مليار دولار لتسديد الديون التي تحتاجها الخزانة، وزارة الخزانة هذا الرقم الذي تحتاجه لتسديد الديون المطالب بها حاليا الولايات المتحدة، ولكن هذا الإجراء ما يقلق الجمهوريين والديمقراطيين والأسواق المالية أنه مجرد إجراء تأجيلي إلى مرحلة جديدة، يعني بعد أسابيع ستكون هناك هذه الأزمة قائمة من جديد عن رفع سقف الدين بشكل، لأن هذه الأزمة تتجدد كل بضعة أعوام. وهناك من يقول أن هذه رفع سقف الدين يجب أن يلغى، يعني موضوع سقف الدين بحد ذاته يجب أن يلغى تماما لأنه يقلق الأسواق المالية. الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين حاليا هو مجرد يعني حل أزمة بشكل مؤقت، هل ريثما مجلس الشيوخ هذا القرار؟ كان من المتوقع أن يمرر اليوم، ولكن هناك كلمة لجانت يلن ستتقدم بها إلى العامة بعد بضع ساعات من الآن، من المتوقع ولكنه حتى الآن لم يمرر، ولكن صدر يعني أعربوا عن هذا الاتفاق، صرحوا به بشكل واضح. الجمهوريين ما زالوا متذمرين، أيضا الديمقراطيين مستائين جدا من محاولة الجمهوريين تنصلهم من المسؤولية وطلب يعني إلقاء العبء على الديمقراطيين لأن لهم الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب بأن يقوموا هم بما يسمى بالمصالحة، وهي التي هي عبارة عن إجراء برلماني يمكن الديمقراطيين من رفع سقف الدين لوحدهم دون أن يصوت الجمهوريين إلى ذلك، ولكن الديمقراطيين يحاولون إخراط الجمهوريين في هذا الموضوع وتحميلهم هذه المسؤولية، لأن الموضوع يعني هذه الاستدانات، الاستمرار في الاستدانات ينعكس سلبا على السياسات الأمريكية. يعني الديمقراطيون يستشهدون بأن ترامب مثلا في خلال رئاسته رفع سقف الدين 3 مرات، فيما الآن الجمهوريون لا يريدون أن يتورطوا في هذا الموضوع، ولذلك ويقال هناك بأن من الجمهوريين لن يوافقوا على هذه الخطة لأنه هذا يعني شك على بياض للخطتين الاستثماريتين الضخمتين للرئيس جو بايدن. يعني الخطة الاستثمارية للرئيس جو بايدن هي قد تنقذ الوضع الأمريكي بنظر الديمقراطيين، لأن الاستثمار في البنى التحتية من شأنه أن يرفع الوضع الاقتصادي بشكل عام، ولكن الجمهوريون يرون أن ما يطالب به الديمقراطيون هو 3.5 تريليون دولار، هو مبلغ كبير جدا، الآن يتحدثون عن 1.5 مليار تريليون دولار، وهذا الرقم يعني المناقشات تجري حول هذه الأرقام، وهناك شك فيما إذا سيتم فعلا اتفاق على هذا الموضوع خلال حتى ديسمبر، ولكن الغاية من هذه المهلة يعني تمرير هذا القرار ب 480 مليار دولار بدفع الديون المترتبة حاليا هو يفسح المجال لإتاحة الوقت الكافي للنقاش بين الجمهوريين والديمقراطيين حول هذا الشأن. لكن يعني في السنوات السابقة لم يظهر، خاصة إذا تحدثنا عن أنه هناك ميزانية جديدة أيضا يجب أن تقر في الأشهر القليلة المقبلة وسيكون هناك جدل عليها حتى لا تتعطل المؤسسات الفيدرالية أو لا تصاب بالشلل، سيكون هناك شتاء ساخن أيضا في الكابيتول في هذا الإطار. نعم، هذا ما يقلق من هم مضطرعون على الأسواق المالية ومن هم مضطرعون بالسياسة والاقتصاد جنبا إلى جنب. هناك تخوف من أن هذا التذبذب يعني هذا يعتبر حالة من الجنون في مناقشة هذا الموضوع كل عدة أعوام وتلاعب بالأسواق وقلق فيها. يعني الآن ارتفعت الأسواق، ارتفعت مؤشرات بشكل عام، مثلا ناسداك وغيرها ارتفعت بنسبة معقولة، ولكن هذا الأمر سيعود مجددا
في ديسمبر وسأعود هذا النقاش على أشده مجددا، لأن سقف الديون ارتفع بشكل كبير جدا وهم أيضا يطالب بارتفاعه أكثر. ولكن هناك من يقول أنه يجب الإطاحة بما هو يسمى بسقف الدين، لأن الاقتصاد العالمي أو النظام العالمي المالي يرى أن اقتصاد الولايات المتحدة غير، يعني لا يشكل خطر، وأن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة الكبرى التي تتمسك بسياسة سقف الدين حتى الآن. أشكرك جزيلا من نيويورك الصحفية نادين ساندرز، ونبقى في